السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا ومسهلا يا جماعة الخير. قبل ما يقارب 10 ايام او 11 يوم جتني رسالة على الايميل ولكن تجاهلتها ولا حسبت الموضوع اي حساب، ولكن كان في شخص راسل لي رسالة، والرسالة هذه غريبة نوعا ما ومربكة، ولكن ودك تعرف وش داخل الرسالة هذه. تعالوا معي. طيب يا جماعة الخير، هذا الشخص اسمه جون راسل لي رسالة، راسل لي فيها يا جماعة الخير: اهلا فيوار، كيف حالك؟ انا اعرفك جيدا، واخر مرة قابلتني كانت في موسم الجيمرز رقم 1 اللي هو قبل سنة، لكن المهم ليس هنا، المهم هو أن لدي تحدي لك، وإذا نجحت فيه سأقدم لك شيئا كبيرا لن تتخيله أبدا، ولكن دعني أقول لك أن هذا التحدي ليس سهلا على الإطلاق، ستحتاج إلى شجاعة وذكاء حقيقيين للفوز به. حصولك على فلاشة مشفرة، هذه الفلاشة تحتوي على محتوى غامض، يجب عليك فك شفراتها لمعرفة ما بداخلها. حرفيا النص هذا هو اللي عطاني حماس أشوف وش الفلاشة هذه، وإذا وافقت على هذا التحدي ارسل موافق وسأقوم بإرسال الفلاشة إليه، ولكن اتفق معي على عدم الحديث عنها في أي من حساباتك إلا إذا نجحت في فك الشفرات أو في فك شفراتها. بعدين كاتب هنا يا جماعة خير تنويه: من الممكن الاستعانة بشخصين من اليوتيوبرز الذين تعرفهم، هل أنت مستعد للمغامرة؟ أنت مستعدين يا جماعة خير؟ أنا مستعد عن نفسي، راح أكتب له موافق. قبل ما نبدأ حبيبي وعزيزي المتابع، اضغط لي على زر اللايك، ولا تنسى تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات، وأنا بروح أبحث لي عن اليوتيوبرين وننتظر رد الشخص هذا. طيب يا جماعة خير، عرفت من راح أجيب أول يوتيوبر راح يكون معنا؟ ثاني بالله. ألو. أرحب. هلا بدراني. هلا أسامة حبيب قلبي، والله العظيم اشتقت لك لأبعد درجة يا حبيبي. انت ما تشتاق الا بالمقالب، قول لي يا ها. طيب وانا اخوك، تعال لي ديسكورد ابغاك يا. واليوتيوبر الثاني يا جماعة خير راح يكون معنا اليوتيوبر، ولا اسمعوا صوته. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. هلا استاذ بيدكس، كيف حالك حبيبي؟ طيب. هلا بالشيخ، يا مرحب. مرحبا ومسهلا، تعال ديسكورد ابغاك ضروري. ليش سالفة؟ تعال بتعرف كل شيء. يلا جاي. جاهزين قدام الكاميرا يا عيال؟ اي نعم. حابين اعرفكم وش اللي قدامي؟ وش هو؟ شنو قدامي؟ طيب يا عيال، انا جتني فلاشه من شخص، تمام؟ زين. حلو. يا سلام، الفلاشه هذه فيها الغاز. حلو جوي. ايوه. يا سلام، لا اخفيكم انا شفت المقطع والشروط، اوكي؟ طيب. كذا القافه فيني، تمام؟ يعني سبكتر انت. يا سلام، ولكن هو حاط لنا تحديات يا عيال، ركزوا معي زين. اوكي تمام. هذا شخص حصلته له 11 يوم راسل لي رساله يقول يا اسامه انا راح اتحداك، تمام؟ موجز الرساله اني انا راح اتحداك وفي تحديات مره كبيره، واذا فزت راح تكون لك جائزه كبيره، تمام؟ حلو. دقيقه اختر لك ولا لنا؟ ايه انتوا معي. ايه اسلم. الجائزه قصدكم؟ ايوه. I didn't know. يلا يا شباب بعد نستأذن. يلا خلنا نسمع. قول. اسمعوني. ايوه كمل. بعطيكم والله. المهم اعطاني فلاشه، رحت للبريد السعودي واخذت منهم فلاشه، اوكي؟ اوكي. رجعت البيت، فتحت الفذا وقررت اعزمكم انتم اليوتيوبر 2 المختارين، اوكي؟ اوكي. عندكم تساؤلات قبل ما ابدا؟ في شيء يحتاج نسأل عنه ولا كل شيء واضح بالملفات؟ والله شوف انا لحد الان اشوف كل شيء واضح. اوكي ليتس جو. السلام عليكم يا فيوار، اهلا وسهلا بك. اليوم سوف يكون يوما مختلفا عليك، سوف تكون فيه تحديات كثيره، واتمنى لك التوفيق. تستطيع ان تستعين بشخصين فقط، واذا نجحت في التحديات راح تكون هناك جائزه كبيره لكم. من الاكيد انك تتمنى تعرف من انا، ولكن بتعرف من انا في الاخير. انا اوعدك اذهب الى المجلد 1 والرقم السري 6534. يا دانا ليش خفت؟ يا خليك من صوته، والله انه ذكرني بيوتيوبر اتوقع بيعرفونه لما قال تعرف من انا. من هو؟ احس هو مو سعودي، انا احس انه باكستاني. والله العظيم ليه انا قعدت اتذكر يقول قبل سنه، تمام؟ وفي الرساله الاولى يقول انا قابلتك موسم جيمرز رقم 1، هذه كلها عاد بشرحها انا في بدايه المقطع، تمام؟ ولكن يا جماعه الخير ركزوا معي. بدران بيدكس تفضلوا معي الشروط. يقول لك شروط المشاركه في المسابقه، تمام؟ شروط المشاركه في مسابقه حل الحجيات: يجب ان يكون المشارك مقيما في البلد المحدد للمسابقه ويستوفي الشروط القانونيه للمشاركه، اوكي؟ شلون ما فهمت انا هذه النقطه؟ يعني يقول لازم يكون هنا عندنا حولنا وحوالينا، اوكي؟ بس انا مو عندكم، انا بالكويت. اي ما عليه، نقدر نجيبك في اي وقت السعوديه. اوكي ممتاز. تمام. اوكي، يجب ان يكون عمر المشارك 18 واكبر. بدران اطلع. كنت اقلبها على بيدكس، قلبتها علي.
اسلم. ركزوا معاك. اوكي، وان يكون لديه موافقه كتابيه من ولي امره اذا كان اقل من 18. بدران نجيب موافقه من ولي امرك. اوكي الو يمه. يلا كمل. يقول لك يلا بنكمل بجديه. يجب على المشارك ان يكون موافقا على جميع الشروط والاحكام المسابقه، وان يوافق على نشر صوره او اي مشاركه له في سياق المسابقه. يتعين على المشارك ان يحل الحجيات المعروضه في المسابقه. يجب على المشارك تسجيل مشاركته في المسابقه باستخدام اسم مستعار او بدون ذكر اسمه الحقيقي. يجب ايش؟ يجب على المشارك، يجب على المشارك تسجيل مشاركته في المسابقه باستخدام اسم مستعار او بدون ذكر اسم حقيقي. اوكي اوكي، يعني بدون اسامينا. اتوقع ان ما ادري والله ما ادري ايش يقصد فيها ترى. والله في لازم لازم نحلل حنا الحين. ايوه وين تسجلها؟ هذه شروط عيال، شروط نمشيها. طيب سيتم الرجوع عليها كالمرسل. تمام. يجب على المشارك تقديم اجاباته قبل الموعد النهائي المحدد. سؤال متى الموعد المسابقه؟ طيب خلينا نشوف الحين. اي اجابه تصل بعد الموعد النهائي لن تؤخذ في الاعتبار. يتعين على المشارك تصوير نفسه قبل فتح المقطع الموجود في الملف. اوكي تمام. داخل الفلاشه، ويجب ان يكون التصوير واضحا وبجوده جيده. يجب على المشارك ان يوافق على استخدام صوره ومقطع الفيديو التي قدمها في سياق المسابقه لغرض الترويج والاعلان. اوكي عيال ركزوا النقطه دي، برجع لها بعدين. تمام. أوكي. الترويج والاعلان. طيب. بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونيه، يحق لجنه التحكيم تقديم قرار نهائي بشان الفائز. حلو تمام. أوكي. وهذا القرار غير قابل للطعن. والله. يعني لو طلعوا قرار ما نقدر ننفيه. اوكي اوكي. طيب. يتعهد المشارك بأن جميع المعلومات المقدمة صحيحة ودقيقة. تمام. جائزة المسابقة، سيتم منح جائزة كبيرة للفائز بالمسابقة خلال 4 أيام. يجب عليك مشاركة المشارك رفع مقطع الفيديو الخاص به على منصة يوتيوب. قولوا لا إله إلا الله ونعم بالله. يعني تواصلهم راح يكون معنا أو ردهم لما تنزل الفيديو خلال 4 أيام باليوتيوب. يا سلام. الشيء الثاني عيال، أتوقع المسابقة مكتوبة لناس ثانيين، يعني مو لنا بس. أتوقع في يوتيوب يوتيوبر ثانيين مكتوبة لهم. أوكي. اللوجو هذا شنو يعني؟ اللوجو ما تقدر تأخذ الصورة تحطها بجوجل تشوف يتبع لأي شركة أو أي مكان؟ أيوة شاطر، حطها بجوجل خلنا نشوف. هذه شغلتي صور. إنزين نحط الصورة نشوف. لا ما في صح. هذا توهم اقرب واحد اللي فوق الشخص. وين؟ لا اقرب واحد هذا. ايوه اللي فوق. هذا وشو؟ هذا شنو؟ لا لا وين؟ لا. مسروق اللوجو وحاطينه بس كذي. لا لا. طيب نرجع عيال. أوكي. نرجع لهذه. انزل عيال، واضح ان المشاركه هذه لليوتيوبر كلهم مو حنا بس. أوكي. تمام. حلو. واتوقع انها رسلت لكذا شخص، ولكن ما ادري هل في احد نزلها او لا. هذا الشيء الاول يا عيال. اوكي حلو. تمام. حلو. وش رايك يا بدران وبدكس في كلمه لاغراض الترويج والاعلان؟ تتوقعون شركه؟ ممكن. شوف هو غالبا شركة. يجب على المشارك ان يوافق على استخدام. يعني لازم ان احنا نوافق اذا نزلنا الفيديو. ترى احنا موافقين ان ياخذون الفيديو بحيث انه وينزلون يسوون فيه اعلان تسويقي. اوكي شركه معروفه خلاص. يا سلام. اذا كذا معناها ان في النهايه في شركه. حلو تقريبا اتفقنا انها شركه. اوضح. يا سلام. بدك تحسها شركه؟ يب يب اتوقع انها كذا. طيب الحين يا جماعه الخير، هو ايش قال لنا في المجلد؟ تمام. اللي هو وينه المجلد هذا؟ اعطانا رقم سري. اعطاك رقم اخر شيء 1-7 شيء كذي. سجلوه عيال ما نسمع عندك بس. انا اللي بعطيكم 6 6 5 3 4 6 5 3 4 6 5 3 4. اوكي سجلتها بيدكس؟ يب يب مسجل عندي. 6. اوكي ندخل هنا. حلو. نجي هنا نكتب 6. شوفها هنا بدران. لا لا 5 6. ناظر ندخل كم؟ اعطوني الرقم 6 6 5 ايوه 5 3 4 3 4. انت وين دخلتها؟ أيوة. وين دخلتنا؟ اسامه انت سابقنا لهذه الامور ولا توك بتشوفها ويانا؟ لا 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 الباسورد قلت لما انا بس حدي اني عرفت ان في باسورد واني ادخل. ادخلت حصل لي دخل باسورد. حلو. انا هنا الان الجاي ذا كله ما ادري عنه ولا اعرف وش هو. اوكي حلو يلا. حلو. تمام. حلو. تمام. حلو. اوكي يلا ليتس جو. في تعريف. هذا فيديو. فيديو هنا هذا. اوكي دش على التعريف. اول شيء ندخل على التعريف. اوكي حلو حلو. اوكي تمام خليني افك لكم صوت. هذا ما سمعته انا. مرحبا وصلتم عند اول تحدي، والتحدي يعتبر بسيط جدا ولكن اتوقع بيكون صعب عليكم. ما استبعد انكم تجاوبون عليه ولكن يحتاج وقت طويل، والسبب تفكيركم المحدود. حاول تفكر خارج الصندوق. الحين انا ترى اوكي حاول تفكر خارج الصندوق. الشيء المهم انك حاول تفكر خارج الصندوق. الكلام كله ما له فايده. يا سلام. نجي الان لوين؟ للصوره. اوكي اوه شيت. هذه شنو؟ ثواني خلنا نرفع كاميرتي فوق عشان يشوفون اللي تحت. دقيقة. الحين اللي طالع قدامنا واحد يأشر فوق. اوكي بدران عندك 30 ثانية عطني تحليل بعد بدك 30 ثانية احلل الاربع صور.
احلل وش موضوعه. زين انا اللي قاعد اشوفه قدامي الحين قاعد اشوف واحد ياشر فوق يمين، فغالبا هو قاعد ياشر حق بيت او مزرعه، لان اللي خلاني اقول مزرعه في غنم موجود او عنز موجوده، بس سيارته انك ما تقدر تروح للمكان هذا المنزل اللي فيه غنم او المزرعه الا بالسياره، هذا اللي واضح قدامي. الا اذا في شيء يعني مختفي احنا ما نشوفه. انا ما ادري، انت لاحظتني زياده، انا ما ادري ما فهمت ولا شيء والله. شوف بدك. شوف هو قاعد ياشر فوق، فغالبا انه وفي اضاءه جايه عليه، فغالبا شمس او شيء ينور، فاهم؟ انت شوف تشوف عند يده في شيء كذا قاعد موجوده بعد ورا البيت. ايوه وفي شمس هنا عند البيت. ما ادري كلها مكان طيب. كله مش ما ادري كيف شو الصورة. شيء غريب يا عيال، ركزوا معي. هي ركزوا معي، شكل على البيوت والله ممكن قاعد يشر على البيوت. طيب وجنب البيوت في غنم مزرعة. وجنب الغنم في موقف حق سيارات. طيب ايش الرابط يعني؟ نفس تحليلي اقرب شيء. وش الرابط؟ صح اي والله وش الرابط. طيب هو شبي مننا الحين؟ انا شاكي بشيء والله. دقيقه بدران، دقيقه هو شبي مننا في المجلد هذا؟ دقيقه هذا باص الصورة أوكي. فيها باسورد او الكلو او الفيديو. نقرب توقعون كاتب الباس؟ مستحيل. طيب اسمعوا، البيوت هذه يقول ثلاثة. الباسورد مكتوب بالصور الأربعة، توني فهمت. ايه يمكن البيوت ثلاثة، انما كل صورة فيها رقم. ايه البيوت ثلاثة، شوف واضحة. والسيارة اثنين. البيوت الاول كم؟ الاول كم الرقم؟ كم الرقم؟ دقيقة انتو الحين اوكي توني استوعب. على كل صورة نطلع منها رقم. البيوت ثلاثة. حلو حلو. وسيارتين رقم اثنين. واحد وهذولي ثلاثة اربعة خمسة ستة. شوف هنا واحد سبعة ثمانية تسعة ثلاثة اربعة عشرة. هذولي تسعة. تسعة وين؟ تسعة. أوكي هذولي تسعة وهذولي ثلاثة وهذولي اثنين. ثلاثة ثمانية تمام. تسعة أوكي. هذا كم طيب؟ لا ثلاثة تسعة اثنين. بس هذولي كم واحد؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. يعني يمكن عشان مؤشر واحد. لا فيش إلا واحد. نجرب مؤشر واحد. يلا جرب نجرب. كم هنا؟ واحد ثلاثة. واحد ثلاثة اثنين. إيه. واحد ثلاثة تسعة اثنين. واحد ثلاثة تسعة اثنين. واحد ثلاثة أشر نتك. طب كيف نعرف إنه صح؟ اثنين. ها عيال يطلع يشتغل ملف في رندر كي يطلع ملف. تدري شو يقول؟ ما اتوقع انكم تحلونها، صعب عليكم. يلا تفضل. والله ضغطني يا عيالي، بقول تفكيركم محدود. ضغطني يقهر. اوكي طيب ندخل هنا الحين. فتح ندخل هنا. يلا اوكي عندنا الحين المجلد اللي بعده يا عيال. تمام في مستند نصي، في طلاسم بس مو مكتوب فيه شيء. تمام شوف الطلاسم في هنا على طول على الفيديو الحين. خلينا نشوف المقطع. ثواني. لا تعال صراحه ابدعتم ولكن لسه ما شفتم شيء. هذا تسخين، ودي أشوف ذكاءكم في اللغز الجاي. إذا جاوبتم على اللغز الجاي لا تحسبون أنكم عباقرة، هذه مقبلات فقط. مقبلات. أنتم لسه في البداية، هذا كله ولا 1% من اللي جاي. يا عيال والله حسنها مو أوكي. دقيقة خلوكم من لهجة يا جماعة، خلونا نركز بالأهم الحين. اللي اتضح لي الفيديو ما فيه ولا شيء نهائيا نستخدمه، بس قاعد يشتتنا ويبارك لنا ان احنا وصلنا. دش على الصوره. تمام طيب. هنا الصوره. ايش هذا؟ تتحداني احله؟ يلا اتحداك. واثنين أربعة. كيف جبت اثنين؟ اثنين اف ال حرفين رقم اثنين. طيب. ايوه الكلمه اللي جنبها اربع احرف. اربعة. ايوه والله الكلمه اللي تحتها خمسة احرف. دقيقه بدران خلنا نسجل. ثواني دقيقه بدران، ترى خمس كلمات او ست. واحد اثنين ثلاثة. لا 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 ست كلمات. أربع كلمات. ست ارقام الحروف. اربع كلمات. اربع كلمات ذا الرقم السري. دقيقه لو تقسمهم زائد راح يكونون اربع كلمات. بس هل الفواصل كم؟ دقيقة هل الفواصل تنحسب ولا ما تنحسب؟ هني الكلام. اثنين كلها فواصل. اثنين أربعة. واحد أربعة. اثنين ثلاثة أربعة خمسة. خمسة خمسة أربعة خمسة ست سبع ثمانية. جبت خمسة. ثمانية. S G S J I H B. جرب جرب. طيب خلاص أكثر من كذي ما توقعت تلقوه. اثنين أربعة خمسة ثمانية. لا ما طلع شيء بدران. يلا عندك. طيب طيب يا عيال ممكن شوف. الحمد لله أنا ربي رزقني بالذكاء والفطنة. أوكي يا الله. أول شيء شغل لي نغمة كونن. حلو شوف، يا أنك تأخذ مثلا من كل كلمة أول حرفين. فهمت يعني كيف أشرحها؟ يعني مثلا اول كلمه تاخذ الحرف الثاني، ثاني كلمه الحرف الثاني، ثالث كلمه الحرف الثاني شكو. وتشوف ايش الكلمه اللي بتطلع كيف. ونفس الطريقه الحرف الاول بس شكو. المشكله في فاصلات وفي اقواس. والله كلامه صادق. يمكن تدري وش شكو؟ يمكن الباسورد فيه حروف مو ارقام. اي والله يمكن يكتب حروفها ما فتح ولكن يقبل حروف. ايوه بس اقول لك خلينا نجمع نشوف، او يمكن يطلع لنا كلمه او حرف او رقم. يلا اوكي عطنا تخمينك وش ظنك. شوف مثلا زي الكلمه الاولى اف اللي هي ثاني حرف عندك.
الكلمة أوكي. الثانية حرف دي. طيب عندك الثالثة جي، الرابعة اتش، الخامسة كي، السادسة اس. طبعا انا بديت من الحروف الثانية لان اول كلمة فاصلة، ما توقع انه رقم سري ولا راح تجيبه. لا مستحيل، وين قاعدين؟ تحداك توقعتنا كذا، بديت من الثانية انا عشان فاصلة. ثواني اف دي جي اتش كي اس. لا وين؟ لا مستحيل. اسمع ليه ما نكتبها في جوجل؟ اكتبها في جوجل. والله شوف انا اقول ممكن الفواصل. شوف اول شيء حاط فاصلتين يعني رقم اثنين ظنكم؟ والله شوف اوكي بس لو نجي للكلمة الرابعة ما فيها فواصل. 2-1-1 بعدين صفر ممكن؟ ممكن ذي صفر؟ اوكي روح جرب اول قوس له علاقة ولا؟ دقيقة 2-1-1-0 نجرب. انا ابغى افهم طريقة الرقم السري. أرقام 2-1-1-0 أوكي لا غلط ما فتح غلط. طيب اكتبها في جوجل ولا في اكتبها في جوجل جرب والله يمكن يطلع شيء. طيب عيال واحد بالله ينسخ تكفون. بجرب مترجم جوجل. انا بكتبها مترجم جوجل. يقراها مترجم جوجل بدون صورة بكتب. يلا كنسخ انسخ بس النص يلا انسخ. شلون انا بنسخ انا اول كلمه اللي هي اتوقع هذه اي ولا ال. نسختها عيال نسختها. نسختها انت؟ اي نسختها تحديد الكل. اجيبها في الديسكورد ثواني برسلها في جروبنا هذا حق الديسكورد. تمام حلو جروب الديسكورد هذه. دقيقه عيال انا اللي ببحث ان عندي تسجيل حق الشاشه. طيب مستحيل اسامه لا لا كل واحد ايش فواز عيال واحد الدين فيوار 6129 6-1-2 الكلمه هذه فيوار. دقيقه شلون فوار يقول فوار 6-1-6-1 بكتبه عندي اصبر 6-1-2-9 1-2-9 اوكي سبحان الله كيف لو طلعت مستحيل اسامه شلون عرفت؟ هنا نسخت الكلام والله طلع لي هنا هذه النتيجه. هذا جوجل حاطينها مو واحد. دقيقه عرفت رقم السري 6-1-9 ولا لا 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 علامة الفاصلة في الكيبورد. روحوا عيال محرك روحوا افتحوا لكم صفحة خلني بجيك نظر الشير عيال. احنا في الشير اول شيء في الصورة بالله واحد ينقلني الصورة ثواني خلني اجيب الصورة هنا ثواني. شوفوا عيال عرفت ايش يقصد. ما اقدر اجيب الصورة. شوفوا هنا اول واحدة وش هي فاصلة بعدين اف بعدين ذي النقطة بعدين هذه وش هي واحد والال. تمام واحد ذا. طيب لما نخلي الكيبورد بالعربي هو شفت اللي يدخلون كلمات بالغلط فهمتني بعدين تتحول عربي فهمت انت قصدي. اذا كتبت مثلا امازون ما فهمت استوعب انا فهمت إيك. انا يعني اعطيك مثال يعني انت بتكتب مثلا كلمة جوجل بالعربي تكتب غوغل يطلع لما تبحث بجوجل يطلع لك جوجل مكتوب بالانجليزي. ايش يعني صحيح هذا قصدك؟ دقيقة بدران بدران دقيقة في غلط صدق ممكن الرقم صح ولكن جرب دقيقة ال ثواني ال مكتوب صح ايوه اي نقطة ويلكم اول كلمه ذي ويلكم فهمت زي ما بكتب شيء بالعربي واكون محول الكيبورد انجليزي زي كذا قصدك يعني. يا شباب فيوار شفت فيوار شبه نفسها فيوار ويلكم فيوار 6-1-2-9 طب اكتب يمكن تطلع اعلق واصفق والله 6-1-2-9 افتح سين تعال يلا اللي بعده اللغز ده انه جامد اللي جاء اللي بعده عيال برضو مقطع دقيقه نشعل الفيديو انا اللي جذبني النص حسيت في شيء عويص. اهلا فيوار امامك احجيه من نوع مختلف مره واريد منك حلها بالشكل المطلوب. تذكر ان الاحجيه مختلفه بشكل كبير وبعد حل الاحجيه سيكون مطلوب منك تحدي صعب للغايه. اذا انجزت التحدي ستحصل على الذاكره رقم 2 وتذكر ان الذاكره رقم 2 من أصعب التحديات في العالم ومن الممكن أرى فشلكم في هذه التحديات. إذا لم تنجح في حل الألغاز ستقصى من التحدي وسأعلم أنك فاشل يا صديقي. أوكي ممتاز. دقيقة عيال بس دقيقة يقول عيال تقصى على طول. دقيقة يا عيال في ذاكرة ثانية في ذاكرة شنو؟ ثانية شوفوا ركز معي يعني في فلاشة بتجي رقم 2 ولكن خلنا ندخل على المجلد. طيب أعرفها سهلة ذي. شنو هذه مو شفرة هذه مورس ما؟ مورس. شفرة مورس نعرفها شفرة مورس. طيب كيف نبحث عنها انا ما اعرف. اكتب جوجل اكتب جوجل شفرة مورس يمكن تطلع. انا شايف لها فيديو بالتيك توك جوجل وردي وبعت علومك. شفرة مورس هاي شفرة مورس مترجم اوكي روح ترجم روح اوكي
ارسل رسالة على هذا الرقم بعنوان الأحجية. ارسل رسالة على هذا الرقم بعنوان الأحجية. ارسل له اخفي الرقم يا منتج. ترسل له بدران؟ انا برسل له. يلا مل... يلا ارسل. دقيقة سعودي الرقم اكتب له الأحجية. ايوه ايوه سعودي. بس ايش ترسل له هذا الحين؟ ثواني بكتب له. اكتب له الأحجية. الأحجية اللي في قوسين. حلو حلو. ولا بدران؟ انا يمكن يبي يعرف رقمي. يمكن يبي يعرف رقمي. اوكي بدران. اوكي عشان اذا بيرسل لك اذا بيرسل لك شيء خليه يرسل. ايه بيرسل لي شيء. ياب ياب ياب. اوكي يلا 05 عليك عليك لا تخاف. انا بقى الرقم. ولكن وصلتنا الرساله يا جماعه الخير عن طريق جوجل درايف. اوكي والتسجيل يا جماعه الخير هنا كان موقف الصوت. هنا التسجيل عندي كنت موقف الصوت. انا اعتذر يا جماعه الخير. ولكن يا جماعه الخير المقع وصلنا على الرساله النصيه وكان رد الي قاعد ما يقارب 8 او 9 دقائق. والحين راح نستعرض المقطع في التحدي الجاي. هذا هو. عيال جاهزين؟ يلا يلا شغل. اهلا صديقي، كانت المهمه سهله لان التحدي كان حل شفره مورس، ولكن التحدي الحقيقي ليس في الشفرة. يا عيال هذا والله العظيم انه يستهبل. ليه يقول اقوى تحدي في العالم قبل شوي ولا يقصد واحد ثاني؟ التحدي يقول ادري تحدي سهل وانك حليت شفرة مورس. شفرة بل التحدي الحقيقي هو ان تنجز المهمة المطلوبة خلال 6 ايام فقط. تجمعون مجموع مبلغ 16000 ريال خلال 6 ايام. ساملي عليكم الشروط. 1- عدم طلب المبلغ من اصدقائك. 2- المبلغ يكون من عملكم أو تعبكم بأي طريقة كانت. إذا أنجزتم المهمة ورفعتم المقطع داخل اليوتيوب خلال 6 أيام سأرسل لكم مكان الذاكرة رقم 2. تنويه التحدي بدء من أول ما استلمتم الرسالة من الرد الألي. أتمنى لكم عدم التوفيق في التحدي. والله لا تفل والله. دقيقة دقيقة يا عيال يحتاج نسمعها من جديد. يحتاج يحتاج يا عيال السالفه فيها فلوس. يحتاجنا احنا نجمع فلوس. ايه و16000 يحتاج... في 6 ايام. اول شيء ليه 16000؟ ليه ما قال 15؟ الشيء الثاني ليه 6 ايام؟ ليه مو اسبوع؟ سقم هذا يمكن وراها شيء ذي. خلنا نسمعها من جديد. خلنا نسمعها. شغل شغل شغل. اهلا صديقي، كانت المهمه سهله لان التحدي كان حل شفره مورس، ولكن التحدي الحقيقي ليس في الشفرة، بل التحدي الحقيقي هو أن تنجز المهمة المطلوبة خلال 6 أيام فقط. تجمعون مجموع مبلغ 16000 ريال خلال 6 أيام. سأملي عليكم الشروط. 1- عدم طلب المبلغ من أصدقائك. 2- المبلغ يكون من عملكم أو تعبكم بأي طريقة كانت. إذا أنجزتم المهمة ورفعتم المقطع داخل اليوتيوب خلال 6 أيام سأرسل لكم مكان الذاكرة رقم 2. تنويه التحدي بدء من أول ما استلمتم الرسالة من الرد الألي. أتمنى لكم عدم التوفيق في التحدي. ها بدأ من يعني هذه الدقيقة. يعني أنت راح تصور المقطع وتمنتج وترفع. أنت وسام الضغط راح يكون عليك. راح تمنتج وترفعه وبنفس الوقت راح تجمع فلوس. أنا عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، أقدر أستخدم بالـ5000 الـ16000 أقدر أستخدم فلوسي الشخصية أني أدفع فيها؟ السؤال الثاني، هل الفلوس اللي أعطيتكم إياها يعني كلنا بنحولها مثلا عند أسامة، هل اللي أعطيتك إياها راح ترجع لي ولا شنو الخطة بتكون؟ السؤال انا اتوقع اسلم بس اسلم. السؤال الثالث ما اتوقع نسيت. اتوقع جواب سؤالك الاول لا، ما قال ادفعوا، قال جمعوا. اوكي يحتاج نجمع. وش سؤالك الثاني يا عيال؟ دقيقه دقيقه. السؤال الثاني راح ترجع الفلوس ولا ما راح ترجع؟ غير ترجع الفلوس. قال 16000 خلال 6 ايام تمام. أوكي. وبدت من الحين لانه رد الي، لاني كنت متاكد انه رد الي تمام. طيب زين. اوكي هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث يا جماعه الخير وش هو؟ كيف نجمع؟ كيف نجمع خلال 6 ايام؟ انا اسوي حلقه 24 ساعة في اليوم، ما اجيب 400 500. فهمتني؟ مشكلة نجمع. بدران في شيء عندك ينباع؟ انا عندي. وش عندك؟ عندي شغلتين. عندي ادرب لاعبين برايفت. حلو يا سلام. يعني اقسم المبلغ لي وللسلسلة بس عشان بس راح يرجع لي تعبي هذا ان شاء الله. والشيء الثاني انا مدرس رسم، يعني اقدر ارسم، فاقدر ابيع رسمات او اخلص اعمال الطلبة. يعني اذا رحت الجامعة اقول حق اي طالب عطني العمل مالك اخلصه مقابل. حبيبي دقيقة ولا قطع كلامك. براندك وينه؟ براندي موجود بعد. اي يا ولد دقيقة. بدران تقدر معلش؟ بدران سوقها ماشي، اشوفك تصور ستوريات سوقها ماشي صح؟ انزين. طيب بدران ركز. دقيقة بدران كلم ايش بيقول. من الحين اليوم بعت شيء؟ لا اليوم ما بعنا شيء. متى بتبيع؟ بكرة تبدا؟ ان شاء الله من بكرة. طيب اوكي بدران بس ابغى براند الملابس. اوكي بدخل براند الملابس. ما ابغى رسمات. تبي مدخول براند الملابس؟ انا اللي دافع راس المال وانت بالمدخول.
لا لا بس قدامه قدامه هو فهمت زين جاوبني على سؤالي ها فلوسك بترجع اكيد ايه مستحيل اذا كذي انا ايه اجيب لك اسامه فاتوره بالمبيعات واعطيك المبلغ والوجه من وجه ابيض طيب انا تمام او شيخ نشوف بدكس نبغى نشتغل عندك تبيع تيم اي اكيد نبغى تيم اشوف الحين الليل ساعه ليل حرفيا تمام ما يمدي الحين ولكن يبغى لنا نخططها من الحين تخطيط يبدا من الحين بعد ما نقفل نبدا نخطط للحلقه الجايه اوكي زين طيب بدكس وش عندك بتبيعه باقي مشكلة دوب وجاني خبر ما في اشياء مخطط اني ابيعها من اول طيب ركز معي بدكس ركز معي انا عندي خطة جبارة لان احنا الثلاثة اوكي حلو بدكس ابغاك تكون متصل بيني وبين بدران تمام حلو انا بطلع الشارع وبشوف اشياء ابيعها اوكي طيب اوكي ببيع كل شيء قدامي اي شيخ بمر بيتنا ذا شوف غرفتي ببيع كل شيء تمام وبنزل تحت وبحاول ابيع كذا شغله اشياء ما احتاجها اوكي زين بدران عنده براند الملابس بدكس اتصل عليك السلام عليكم بدكس ابغاك والله تنزل لي اعلان مثلا في احد مواقع البيع اشياء للبيع حلو تبيع وتتواصل معه اوكي حلو عندي سؤال بدكس تعرف تصمم ثمنيلات ايوه ما عليك تصمم حق يوتيوبر تشوف اي يوتيوبر يبي ثمنيل yeah. بس لا لا ما لا لا ما توفر ما توفر 5 دولار على ثمنيل 8 دولار اي هذا 16000 نبغى نبيع اشياء كبار اشياء كبار نبي نبيع طيب بدت من الحين تمام ولكن ما في مشكله ركز معي ما في مشكله بدكس خلينا نشوف له مهمه ضروري بدكس والله ان افضل حل انا يوم كنت المقايضه كان معي مين كان معي يوسف فكري ازمه يا عيال اقول له يوسف عرض لي هذا حط لي هذا المقايضه حط لي اقسم بالله اني مرتاح يعني خلينا نطلع الشارع وبدكس يكون شغلته وين جوا البيت اوكي حلو حلو اوكي وانا اذا معي شيء ترى برضه ببيع ما عليكم بدور خلاص بشوف تم اذا هذا ما عليك انا عندي المواقع حقت البيع عندي انتم معطوني الاعلانات او الشيء اللي بتعرضونه وانا راح اتواصل مع اللي بيشتغل بس تمام كذا كذا نوقف حلقه اليوم واكتبوا لي رايكم تحت في الكومنتات يا جماعه الخير ونشوفكم في امان الله السلام عليكم.